الفنان رمسيس سويسا واصف هو صاحب هذا التصميم المعماري المتأثر بالطراز الإسلامي الرائع الذي نرى الآن قبابه. فهذا الفنان القبطي الذي عاش في حي مصر القديمة استوحى من المباني المحيطة نقطة انطلاقه إلى عالم الشهرة لينشئ هذا المتحف الفريد للسجاد اليدوي في قلب مجمع مركزه الفني لهذه الصناعة الفنية بالهرم. ونرى هنا المباني ذات الأسقف المقببة والمقنطرة وسلالمها المنحدرة على غرار أسلوب الفنان المعماري حسن فتحي، والذي قام ببناء قرية الجرنة النوبية في أسوان. ونحن ندخل هذا المتحف أدهشتنا تلك القدرة الكبيرة على بناء كل هذه المساحة المثقفة بالقباب فقط. وجدنا أيضاً هذه اللوحات التي تمثل تصميمات الفنان رمسيس سويسا واصف سواء في متحف الفنان محمود مختار أو تصميمات أخرى لكنيسة العذراء بالزمالك. عندما نتجول في المتحف معاً نجد ما قاله الفنان صورة حية أمام أعيننا، فاللوحات الرائعة الموجودة على السجاد تؤكد أن ما تعلمه نسجه هذه اللوحات تقنية الحرفة فقط، أما الإبداع فهو شخصي ومتفرد رغم بساطة الفنان التلقائية. ليكون هذا المعرض من المعارض القليلة التي يكون الفنان فيها معتمداً على فطرته فقط وهو ينقل من بيئته المحيطة. هذه السجادة الرائعة لوصف مصر بمختلف عصورها الفرعونية والقبطية والإسلامية بخلفية من الزراعات النيلية. هذه السجادة ارتفاعها 7 أمتار وعرضها 2.5 متر تقريباً استغرق العمل فيها 3 سنوات، وهي مكونة من عدد من اللوحات رسمت على مراحل. والجديد في هذا المتحف ما نراه الآن لهذه الفتحات ليكون مصدر الضوء في المكان طبيعياً. عندما تأتي إلى هذا المتحف ستجد أيضاً بعض اللوحات المرسومة من زوجة الفنان، وهي أيضاً متأثرة بالفنان. عندما نرغب في الاستمتاع بالمتحف وتلقائية المعروض فيه سنجده في مكان مشابه في الطراز والتكوين، مجمع الفنان رمسيس سويسا للفنون بقرية الحرانية بالهرم.